تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. المرأة المغربية ما كتباع بموال، ما كتباعش بالأموال. المرأة المغربية هي مرأة اللي حريصة على أنها تكون دائما في الموعد، في الأناقة، في الجمال، في يعني في كل شيء ديالها. يعني المرأة المغربية تقول لك دجاجة بكمونة، يعني كاملة. ما وصلت النص ديال المساواة بينها وبين الرجل؟ لا، مازال بطبيعة الحال ما وصلتش للمساواة، ولكن هذا لا يعني أنه راه هي كتبقي كتناضل. ودابا حنايا الحمد لله أن سيدنا يعني اقترح المسألة ديال المدونة، مدونة الأسرة، واللي غادي تنفع بالأساس، غتنفع بالأساس الأسر، وغتنفع الأطفال. الأطفال اللي يعني في حالات ديال الطلاق، ولا في حالات ديال يعني ديال الشناءات اللي تيكونوا بين الرجل والمرأة، باش يعني هذاك المنطق الذكوري خصو يتحيد، خصو يتحيد عندنا هذاك المنطق الذكوري، ويولي عندنا منطق ديال أنه راه بحالي بحالك، راه ملي كتمارس واحد المسألة راه كتمارسها يعني في نفس التوجه. يعني شنو الفرق اللي بين المرأة والرجل؟ ما كاينش فرق، ما عدا إلا شفناها بالخلفية ديال ديك الخلفية اللي شوية متخلفة، اللي كتبان لهم المرأة هي عورة وداك الشيء، وهي خصها تجلس في الدار، وهي ما خصهاش تهدر، وهي تصرفق، وهي تضرب. صافي، يعني هذا الشيء هذا هو اللي ما خصوش يكون. يعني ذاك يعني التوجهات الذكوريه كيخصها تحيد، خصها تزول، بمعنى انه كيخصنا نكونوا يعني سواسيه امام القانون، امام الشرع، امام كل الاشياء اللي كتهم العلاقه الاسريه، وتتعلق بعلاقه الحب اللي كتكون بين المراه والرجل. ونتمنوا على الله انه المنطق الذكوري يتحيد. العفو لي انايا كاين عندي مشاركه في هذا المهرجان اللي هي مطلقات الدار البيضاء ديال السي محمد عهد بن سوده، واللي غيكون في المسابقه الرسميه مع الافلام الاخرى. وبالنسبه يعني الافلام كنحس بانه كاين الجديد، كاين جديد في الافلام، كاين اشياء اللي خصها تشاف، وكاينه ورشات، كاينه بزاف ديال الورشات اللي غادي تشتغلوا عليها الاخوان، واللي كتنفع الشباب بالاساس، الشباب التواق الى السينما والى الاعلام والى هذه المساله ديال انه ينفتحوا على كل ما هو اعلامي وكل ما هو تواصلي. بطبيعه الحال سنه بعد سنه كنا كنشوفوا تكريمات ديال مجموعه من الاسماء الكبيره اللي كتجي من مصر، كتجي من سوريا، كتجي من العراق، كتجي من بزاف ديال الدول، اضافه لانه يعني دائما كيتنوع هذاك الشيء، وكيعطينا واحد العلاقه، واحد الرؤيه، بحال تقول انه المهرجانات بحال هذا النوع هي كتخلق دبلوماسيه موازيه في علاقتها بالشعوب الاخرى. سواء ملي كيشوفوا مثلا الشعب المصري كيشوفوا ان عادل امام غادي يتكرم هنايا كيعجبهم الحال، ملي كيشوفوا مثلا السوريين حتى هما كيشوفوا الاهرام ديالهم كيتكرموا هنايا كيعجبهم الحال. وهذه دبلوماسيه موازيه، وكتكون لحمه بين الاوطان، بين الاوطان العربيه بالاخص، وحتى الافريقيه والدوليه. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.